فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما حكم الأضحية عن الميت؟ نرجو التفصيل. الأضحية عن الميت إذا كان قد أوصى بها فإنه يضحى بها عنه، وإذا كان لم يوصي بها فالدعاء له أفضل من الأضحية له. والمشروع الأضحية عن الأحياء، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته. وأنت إذا ضحيت بالشاة عنك وعن أهل بيتك ونويت أن من أهل بيتك أقاربك الذين ماتوا فلا بأس، يدخلون في العموم. وأما تخصيص الميت بأضحية تبرع من عندك فإن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لم يضحي النبي عليه الصلاة والسلام عن زوجته خديجة مع أنها من أحب النساء إليه، ولم يضحي عن عمه حمزة مع أنه من أحب الناس إليه، ولم يضحي عن من مات من أقاربه وعن من مات من بناته، فدل ذلك على أن هذا ليس بمشروع. ولكن لو أن الإنسان فعل فإننا لا نعيبه، بل نرشده إلى ما هو أفضل وهو الدعاء للميت. نعم.